السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حاب أجرب هذا التجربة معكم. جوالي هذا خرب قبل كم ساعة، فحاب أجرب في هذه التجربة. بحطه في الفريزر يعني مدة معينة أو ما هي معينة، بعدين بطلعه بشوف إيش يصير. فيلا بسم الله، خليني أفك الفريزر، خليني أحطه. بسم الله، تو مسكر الفريزر، ف بقفل التصوير ونشوف متى راح نفتح عليه ونشوف ايش صار فيه. اوكي شباب، طبعا راح انزل مقطع الحين على قناتي الثانية. المقطع هو اللي وعدتكم امس بس ما نزل، فغيرت الفكرة اليوم، صورت مرة ثانية وسويت له ادت، والحين راح انزله. لكن ان شاء الله راح انزله من جد. طبعا ليش دخلت جوالي بالفريزر؟ راح اقول لكم ليش، لاني انا مقهور ليش خرب. عشان كذا. فشوف الحين الساعة كم، 7:03، احفظوها ونشوفكم لما تجي 7 دقائق. 7:07، خلاص باقي شوية تجي 7:07، فشوفكم لما تجي 7:07. حان وقت الجوال، زي ما حطيناه راح نرجعه. يا الله يا شباب، والله يا هو بارد بارد مرة بارد. المشكلة انه خربان، لا احد يقول لي طافي شحن. شوفوا ها، علق على هذا، معلق عليها. لا طافي شحن ولا شيء، خرب زي ما اخذناه راح نرجعه. بس هنا رجعت الجوال الفريزر، هنا رجعت الجوال الفريزر عشان ادبه وليا ليش يخرب. وبس هنا تكون نهاية المقطع. اتمنى عجبتكم التجربة. اتمنى لا احد يجرب الا بجوال خربان، متأكد انه خربان، لان يعني اذا البرودة برضه اظنها تخرب الجوال. بس ما انصح احد انه يجرب اللي انا سويته بجوال، جواله صالح وما في ولا شيء. بس يلا سلام.